الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن سعر بيع الدولار في الصرافات بالعاصمة بغداد بلغ 156 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153 ألف دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن البورصة سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 154,200 دينار وسعر الشراء 154,150 دينارا لكل 100 دولار. أعلن مصرف الرافدين الحكومي عن استيفاء كافة التأمينات النقدية بعملة الدينار العراقي حصراً بالنسبة للاعتمادات الداخلية والكفالات المصرفية وخطابات الضمان الصادرة. وقال المصرف إن تسديد مبالغ خطابات الضمان عند المصادرة يكون بعملة الدينار العراقي حصراً وبسعر الصرف الرسمي أيضاً، وبيّن أن ذلك يأتي تماشياً مع التوجيهات الحكومية في التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار وتعزيز قوته في السوق المحلية. أيدت فرنسا وألمانيا معارضتهما لاحتمال تمديد القيود المفروضة على 5 دول في أوروبا الشرقية بشأن واردات الحبوب الأوكرانية التي يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان نقلها إلى بقية أنحاء العالم. وتهدف هذه القيود المؤقتة لتخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض أن تنتهي في منتصف شهر أيلول القادم، لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام. وكانت المفوضية الأوروبية أجازت لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا وهم بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، أجازت لهم حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد شمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي قائم لكنه لا يزال عند مستويات ضعيفة بسبب تباطؤ محركيه الرئيسيين الولايات المتحدة وأوروبا وبدرجة أقل الصين. وأضاف صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية اليوم في الصين موجهة إلى حد كبير نحو المؤسسات، وهناك حاجة إلى عمل المزيد للمستهلكين بدلا من ذلك وبالنظر للاتحاد الأوروبي. وذكر صندوق النقد الدولي أن هناك تباطؤاً أكثر وضوحاً في ألمانيا وشكلاً من أشكال المرونة في الجنوب، لا سيما في إسبانيا وإيطاليا، ويعود ذلك جزئياً إلى تراجع الصناعة الذي تطال بلداً ذا إنتاج قوي مثل ألمانيا وارتفاع الطلب على الخدمات ولا سيما السياحة، حيث يرغب الأفراد في السفر ما يعود بالفائدة على دول جنوب أوروبا. انخفضت أسعار النفط متراجعة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ونزلت العقود الأجل للخام بنسبة 0.4% إلى 83 دولارا و32 سنتا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 دولارا و35 سنتا للبرميل منخفضا بنسبة 0.4%. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1,320,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 21 من شهر تموز، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز للقاء.